ماكسي بنروح يلا كل محظوظ الثاني في قلمه. يلا هنشوفه هنا. السلام عليكم. وين تروحوا؟ تفضلوا اطلعوا مرحبا. بسم الله. المجلس الله يخليك. مجلس؟ وي. مرحبا بكم في طاكسي المربوع. الله يخليك. نوصلوكم باطل وتلعبوا معنا في طاكسي. الله يخليك. تعرفوا الحصة؟ ايه تعرفوها. ايه تفرجناها. ما شاء الله. وين منين المجلس؟ ما نعرفش انا. اطلع منا. اطلع منا. هيا بنا. نوريه لك. مادام تعرفوا الحصة دونك تعرفوا قواعد اللعبة. راح يكون عندكم 5 أسئلة. سؤال الأول عليها 1000 دينار، سؤال ثاني 2000 دينار، سؤال ثالث 3000 دينار، سؤال رابع 6000، وسؤال خامس والأخير 8000 دينار. دونك نلعبوا على كطر يا مشاكل. مو مزح. ريموطادا. ربي وفقنا. إن شاء الله. راح عندكم 3 طرق للمساعدة ابتداءً من سؤال ثاني. دونك 3 جوكير. إن شاء الله. ابتداءً من السؤال ثاني. إن شاء الله. بسم الله. الله يبارك ما شاء الله. أنتم منا من قلمة. إيه. هيا بيهم هما يقولوا لناش طلعتوا تاع سوق هلاص. لا أحنا من قلمة. هيا جينا القلمة نطلعوا ناس قلمة ما شاء الله. الله يخليك. عرفونا بنفسكم. أنا مدعوة أم خليل. الله يبارك. مرشدة حج عمرة. دليل سياحي. أفلا عندنا أسئلة دينية ما شاء الله. إن شاء الله. يلا مدعو على بركة الله. الله يخليك. بسم الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. شكرا. الله يحفظك خويا. داكور. دعونا دوما. نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول عليه 1000 دينار. دونك كونسونتراسيون ورولي برك تريخي لا غلط نروحو دروه ومن بعد نشوف. سؤال الأول يقول ما المقصود بالسنة الكبيسة؟ سؤال سهل فكروا مع بعضنا نلقاو الجواب. ما المقصود بالسنة الكبيسة؟ عندكم فكرة ما عندكمش؟ السنة الكبيسة. السنة شحال فيها من يوم؟ 365 صح قريب. خمو شويه كاين واحد العام هاك يجي مضغوط هاك ولا هاك هاك اضغط هو في 365 يولي 364 اي اعطيوني جواب. دونك السنه الكبيسه هي السنه اللي ينقص فيها يزيد فيها كل 4 سنوات. يلا ما لي ساعدكم سؤال هذا والجواب صحيح. برافو. السنة الكبيسة هي السنة التي عدد أيامها 366 يوم يعني في شهر فيفري. عندنا الضوء الأحمر. سؤال إضافي. أعطيونا 5 عواصم إفريقية قبل ما يولي خضر. يلا 1000 دينار زيادة. عاصمة إفريقية. يلا عواصم إفريقية. يلا نبدأ بالجزائر. يلا الجزائر. المغرب. الرباط. عاصمة. عاصمة. دوماج. لازم نكونوا رابيد فيت في. عندكم القاهرة من هيك في مصر سهلين. الخرطوم مش عارف. هاك ولا هاك؟ لا هاك الفوق بإذن الله. حتشي بالي شو روح هكا. روح هكذا. وخليه يضحكوا علي الناس قال ما يقولوا ما يفرق. لا حشا. يلا نمروا للسؤال الثاني. 1000 دينار بحوزنا حتى الآن ونروحوا للسؤال الثاني. ما هي الشركة التي اخترعت القرص المضغوط؟ شركة اللي اخترعت لو سي دي. عندكم 3 اختيارات. اي بي ام، ابل، ولا سوني و فيليبس. ما كولابوراسيون ما بين علامة سوني و فيليبس. شكون اي بي ام صنعت لو سي دي؟ اي بي ام. وانت؟ ابل. لا عندكم لي جوكر ما تنساوش. لا تحبوا تستعملوا الجوكر. سوني ولا فيليبس؟ قبل سوني فيليبس. اي سوني فيليبس. هو سوني فيليبس كانوا داروا اون كولابوراسيون دونك كوربوريشن في 79. والجواب تاعكم هذا هو الجواب النهائي. سوني فيليبس. لا نرجعوا للاول. الشركه اللي اخترعت
الاول سي دي سوني اي فيليبس واش الاول ما عطيتو لي واحد قلتو لي سوني فيليبس ندي سوني فيليبس انا نقول هذا ما عرفش انا قلت الاول يلا خلي نحوس بكم شويه ها مش مشكل ربي يخليك على التكسي انا وصلت يعيشك مليحه تاكسي خلصك يوصلك شكرا الناس العاصمه كيفاش نحطوا ولا هاي مغلوقه تريق حلوه فتحوها هذا ونجزنا كانت فتحوها هيا لاباس يلا اعطيوني جواب نقولوا الاول اي بي ام عندكم اي بي ام عندكم ابل وعندكم سوني اي فيليبس سوني اي فيليبس ولا معاه ديمو اخر كلمه اخر كلمه جواب صحيح برافو الفين دي غادي تصير تريبيا ما شاء الله الحمد لله 3000 دينار حتى الان بدايه موفقه يعني ما شاء الله ان شاء الله على رايه تريبيا ان شاء الله نروحوا للسؤال الثالث لي جوكر تاعنا مازال ما استعملنا لهمش اتصال صديق ولا سؤال الناس مرتين ان شاء الله ما نستعملوهمش ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ما تفهمش انا ما ادولي زوج ملايين شويه عليا برك مدينة قلما معروفة بالأمثال الشعبية. نعم. راح نعطيكم أمثال شعبية نبدأها لكم وأنتم تكملوا لي. نعطي لكم خمسة ولا أربعة. كما تحب. ربع يكفي لا خمسة الله. ربع. هيا شوف تعطوني ربعة من خمسة نحسب بجوز. تاي لما عرفتوش واحدة معلي. نقبل الجواب. يلا. اللي تبع رأي الوالدين. يربح ولا يسلك على خير. اللي ما عنده أمه. يحط حجرة في فمه قلب البرمة على فمها تخرج لنت لأمها قدها قد الفولة قدها قد الفولة يلا يلا دي الرابعة يلا نجيبوها جيز قدها قد الفولة ما مفهمتش والله ما عرفت وفعيله وفعيله كبيره قدها قد الفوله وفعيله يلا نزيدوا واحده اخرى الحرث بالدوام الحرث بالدوام لا ما عرفتهاش يلا يلا نجيب واحده منهم يلا قدها قد الغوله قدها قد الفوله وفعيلها قد الغوله فعيلها فعيل الغوله وجاب صحيح برافو ما شاء الله سؤال ثالث عليه 3000 دينار دونك رانا لحقين 6000 دينار ما شاء الله جواب صحيح ثوري جزائري من مواليد مدينة عنابة كان عضوا في مجموعة 22 تاريخيا فجاه الثورة بيسير قاد أول عملية فدائية بقالمة دونك رانا في قالمة بمنطقة البرنوس حمام نبايل هكا حمام نبايل صح والهجوم كان على منجم الأون تيموان استشهد في منطقة مجاز الصفا بقالمة من هو غابت لي عندكم جوكر تقدروا تتصلوا ولا نقدر نحبس تقصير والله أعلم سؤال عليه 6000 دينار معناتها انا رابحين 6000 الان كون نجيبوه جيست راح نروحوا 12000 دينار وسؤال اضافي في الفروج اتونسيون السؤال الاضافي قول شوفي اعطينا 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 خمس اسماء بنات يبداوا بحرف الواو يلا اسماء بنات ايه؟ وداد صح وسيله زيد زوج يلا يلا وسام وسام ثلاثه بيام. وئام ربعة زيد واحدة زيد واحدة وفا برافو ألف دينار إضافية ما شاء الله كون نجيبوه صحيح نطلعوا 13000 دينار لما تعيطي أنا نعيط الأخت لما تعيطي أخت ثوري جزائري استشهد هنا في قالما في مجزفة أيوا من مفجري الثورة قادة سميلي هاي أروح اي سميلي اي زربيلي زربيلي تروح لي تروح لي تروح لي تروح لي 4 3 يلا من مواليد مدينة عنابة مواليد مدينة عنابة يلا كاين جواب مدينة عنابة واستشهد هنا في قلما
بيجي مختار. الله أعلم. خلاص لا كوميونيكاسيون نقدروا نقولها. صح صح صح. بيجي مختار. شطات لك جواب بيجي مختار. بيجي مختار. معروف في قلبه بيجي مختار هذا. لونيفرسيتي تاع قالما اسمها. لونيفرسيتي تاع قالما. لا تاع قالما مش اسمها. ويمي 45. الأخرى. جواب تاعكم. بيجي مختار. تاع النابا بيجي مختار. إيه بيجي مختار. بيجي مختار. تاع النابا. جواب تاعكم نهائي؟ زيد خلي معايا. بجي مختار. نهائي. انتم رايحين للفوق انا اديتكم لتحت نسيت روحي يعني نمشي. معليش. بجي مختار. ثوري جزائري ولد بعنابة من مفجري الثورة من مجموعة 22 كان قاطع عمليات عسكرية. قلتولي بجي مختار. العربي بن مهيدي آخر سؤال. قلتولي بجي مختار خلاص. بجي مختار. زيدوا نعاودوا نقولوا العربي. لا 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 بجي مختار خلاص. بجي مختار. إن شاء الله نكون صحيح يا رب. اللي أعطت لك الجواب تقري ولا وش تخدم وش دير؟ بسيكولوج. بسيكولوج. قلها للأسف غلطتينا وخسرتيني في 13000 دينار. برافو جواب صحيح. الحمد لله. 13000 اختك في الجامعة في عنب بجي مختار. أنا بديت نزعف. نمر انا 12000 وانا 13000 تما زياده على وجه. لا البيجي راح يخلص. لا يا خويا خلي نديوها كل ان شاء الله. الله صعب لي كيستيون انا مانيش فرحان يا ولد. نبدا نبكي. يلا السؤال الخامس يقول اي سنه تم اعتماد اللغه العربيه كلغه سادسه في الامم المتحده؟ في اي سنه تم اعتماد اللغة العربية كلغة سادسة في الأمم المتحدة؟ عندكم دو جوكر نقدر نحبس وتسقسيو ايش رايكم إذا ما عندكمش فكرة؟ ما ظنيتش. ما توقفوش؟ نعيط؟ ما كاش العياط خلاص سي بون الهاتف سي بون العياط ما بقاش. شاي عندكم نتوقف تسقسو ومن بعد زيد توقفكم مرة ثانية تسقسو ونقسم المبلغ يعني 8000 دينار راح نقسمها 63. الله أعلم. أعطيوا لي جواب وتدبروا يساركم. 63. هذه ما بين بعد الاستقلال. بعد الاستقلال. هو كان لجمال عبد الناصر دور كبير في ترسيم اللغة العربية وإدخالها الأمم المتحدة. كاين 6 لغات. كاين الصينية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، والروسية، واللغة السادسة هي اللغة العربية، وكان أصر عندما ألقى الخطاب ديالو أنه يتكلم باللغة العربية، وساعدت السعودية يعني لا فينونسي لو بروجي باش دخلت اللغة العربية للأمم المتحدة. 73 1973 تعملوا الجوكر؟ ندوا الجواب؟ ندوا الجواب؟ ندوا الجواب 1973. هذه لا 1973 بدون استعمال جوكر. بدون استعمال جوكر. خلي جواب نهائي؟ لا جواب نهائي. جواب نهائي. ويا ما رايش موافقاتك وانت قلتي جواب نهائي دونك الجواب راهو نهائي وما استعملوا الجوكر. عندنا 13000 دينار. كون نجيبوه صحيح ندو 21000 دينار.
ولو كان تدو 21,000 دينار راح تباطي ولو ريكور تاع طاكسي المربوح من 9 مواسم. كوبي وبرك الهاتف. ايه سيبو. 9 مواسم 20,000 دينار رقدت البيبيشة بس كيان. رقدت 20,000 دينار ما لحقناهاش بلاك من 5 ولا 6 مواسم، ما كاش لي داز جولاي. أقصى حد كان وقيله 18,000 دينار في السنة الماضية. إن شاء الله نديوها إن شاء الله 73. هنا يكون الجواب صحيح 21. خلاص ما عندناش نبدلوا. 73 سي بون سي فاليدي دوك. بإذن الله 73. يا ربي. راني قاصدة بيت ربي. متى دي؟ وقتاش تروح؟ إن شاء الله. أي دايلة دايلة. عندي مجموعة رايحة معاهم. ربي يتقبل إن شاء الله. دايلة معاهم. يا ربي إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي نزيد ندي هذوك الدراهم. ألف وتسعمية وثلاثة وسبعين. الترسيم ديالها كان في ديسمبر، في شهر ديسمبر لسنة 1973. برافو. ياس خلاص جاوبت عليهم كل ده. برافو. 21,000 دينار. واو. 2,100,000. واو الحمد لله. مدها حتى واحد في طاكسي المربوح أول مرة. كنت جورناليست أنا. برافو الله يبارك. هيا نسلموا لكم مبلغ 21,000 دينار. شكرا. هيا فلوسة. لا 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 لا. شهدة. شهدة بنتي. بسم الله بسم الله. رقدت مينوشة. اي رقدت. بسم الله. شكون يدي هي ولا انت ولا تطلع؟ معليش. واحدة. زوج. اثنين. ثلاثة. ثلاثة. ربعة. أربعة. خمسة. خمسة. ستة. ستة. سبعة. باي بارك. ثمانية. ثمانية. تسعة. تسعة. عشرة. عشرة. وهذه 21,000 دينار. برافو. برافو عليكم. شكرا. أبالك أنا استعنت بالذكر. قاعده نجاوب وقاعده نشهد ونستغفر ونذكر. بيان سي شكرا لتاكسي المربوط يعطينا شكرا نشاركوا فيه. العفو. نقول لكم مبروك عليكم مره ثانيه. تفضلوا معايا قولوا كلمه للمشاهدين. شكرا. يلا ما شاء الله الله يبارك. مشاركين كانوا في القمه ما عندي ما نقول. داو كاع دراهم. داو 21,000 دينار. ريبوندوا لي على كاع لي كيسيون مالغري كانوا صعاب. راني زعفان اليوم. ديتهم كامل انا زعفان انا دوك. اباك منا راح يبعثوني من قال ما داوهم. خلاص ما عنديش واش نزيد ندير. ما نزيدش موراكم خلاص. مبروك عليكم. لا ديتهم كامل. نشكروا طاكسي المربوح اللي عطانا فرصة على باش نبارتيسيبيو فيه. ومرحبا فيكم في كالما. ميرسي بوكو. نشكروا طاكسي المربوح. يعني مبادرة مليحة ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي العقوبة المرة الجاية. إن شاء الله. ومرحبا بكم في كالما في بلادكم. يعني قبل ما تكون بلادنا حنايا. ونتمنى ان شاء الله تكون زياره موفقه باذن الله. شكرا. وصحه رمضانكم. صحه رمضانكم كامل ان شاء الله. ان شاء الله. وراح تكون دعوه خاصه للتاكسي المربوح اللي ان شاء الله في مكه باذن الله. ان شاء الله. يلا ان شاء الله. تاكسي المربوح. تاكسي المربوح. يعطيكم صحه. مبروك عليكم. شكرا مدام. قبل خير. بارك الله فيكم. ما شاء الله مشاركين كانوا في القمه. ان شاء الله يدعوا لنا دعوه الخير من البقاع المقدسه حتى ربي يرزقنا ان شاء الله حجه. بارك الله فيك. شكرا. يعطيك الصحه. بارك الله فيك. شرفتونا. مع اباك ما لقيتش الكلمات. سي بون 21,000 دينار عندنا سنوات ما لحقناهاش انه لحقوا باش يجاوبونا على تقريبا على كل اسئله ماشي تقريبا وايضا السؤال الاضافي. هذا شرف كبير. قولوا مبروك عليهم. ما قالوا ليش واش يديروا بهم. علاش بالك راح تاع في رمضان هذا المصاريف تزيد منا. يعاونوا روحتهم. العقوبة لكم.